algérienne démocratique et populaire. بسم الله الرحمن الرحيم عليه نتوكل وبه نستعين فخامة الرئيس السيد دينيس ساسون غيسو رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة يشرفني بداية أن أنقل إليكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شرفني بتمثيله اليوم في أشغال اجتماع هذه اللجنة الموقرة وتمنياته بنجاح أشغالها وأن أتلو عليكم نص كلمة السيد رئيس الجمهورية الموجهة لهذا الجمع الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز فخامة الرئيس ساسون غيسو رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا أصحاب الفخامة والمعالي معالي السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي معالي السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدات الفضليات والسادة الأفاضل يسعدني في مستهل كلمتي أن أعرب عن خالص شكري وبالغ تقديري لأخي فخامة رئيس جمهورية الكونغو السيد دينيس ساسون غيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا على الدعوة لهذا الاجتماع وأحيي عاليا الجهود المقدرة التي يواصل فخامته بذلها على رأس هذه اللجنة بهدف المساعدة على تحقيق حل سلمي توافقي ودائم للأزمة الليبية متمنيا النجاح والتوفيق لمسعانا المشترك للدفع بمسار التسوية السلمية للأزمة والخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة. سيدي الرئيس، تستمر الأزمة الليبية وتبقى ماثلة أمامنا بتداعياتها وتعقيداتها المختلفة جراء التدخلات الخارجية وسياسة الاستقطاب بين القوى الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى التجليات للكوارث البيئية التي ضاعفت معاناة الأشقاء في ليبيا الذين ذاقوا ذرعاً من استمرار الانقسام السياسي وتأجيل التسوية السلمية للأزمة ومع ذلك في أعقاب فيضانات الدرنة والكارثة التي حلت بشرق البلاد وجدنا في الهبة الإنسانية والتضامنية لشعب ليبيا الشقيق النابعة من فيض الوحدة الوطنية خير مثال على معدنه الأصيل وأصدق دليل على أن الانتماءات الجغرافية والعشائرية لن تعيق تحقيق اللحمة الوطنية التي تتخلطى كل التصدعات والمصاعب ومن هذا المنطلق يتعين على الشعب الليبي الشقيق تحديد مستقبله وتجاوز الانسداد الحالي عبر إعادة بناء شرعية المؤسسات الليبية وتوحيدها من خلال تكريس حقه في اختيار ممثليه وتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار وأعتقد أن الرغبة الصادقة متوفرة لدى جميع الفرقاء الليبيين للعمل سوياً من أجل تغليب مصلحة الوطن وتوحيد الجهود للاستفادة من الدعم الإفريقي والدولي في سبيل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وتجسيد مسارات المصالحة الوطنية وفي هذا المقام أجدد الدعوة لكل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها ذلك أن أي حل نهائي للأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيه الأشقاء الليبيين زمام أمورهم ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الاستقرار والتنمية والازدهار كما أشدد بشكل خاص
على ضرورة إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بضرورة سحب المرتزقة، جميع المرتزقة مهما تغيرت مسمياتهم. إن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر وتقويض حقه في الاستقرار والأمن والرخاء وزيادة تدهور الأوضاع في المنطقة التي لا تتحمل أكثر من غيرها وطأة التأثير السلبي لعدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي يحتدم والذي أصبح ملجأً للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات وكذلك معبراً للهجرة غير الشرعية. السيد الرئيس، لا زالت القناعة راسخة بقدرة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بفضل قيادة رئيسها والإرادة القوية الصادقة التي تحدو أعضاءها وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا والانخراط الجاد والمسؤول لكل الأطراف المعنية للمساهمة بشكل إيجابي في تصميم وتنفيذ حل سلمي للأزمة الليبية حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من الحفاظ على وحدة أراضيه ويستعيد السلام ويستأنف دوره الريادي داخل الاتحاد الإفريقي في كنف الاستقرار والتنمية. ومن هذا المنظور فإن البلاد الجزائر التي تعرب عن دعمها التام لمشروع المصالحة الوطنية الجامعة لن تدخر أي جهد في إطار المهام المعهودة لهذه اللجنة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا المصلع التصالحي الوطني المرجو. وفي هذا الصدد أجدد الدعوة لكل الأشقاء الليبيين إلى العمل على تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي بجميع أطيافه ومكوناته من أمن وسلام واستقرار وتمكينه من اختيار ممثليه وبناء مستقبله في كنف الوحدة والوئام بعيداً عن أي ضغوطات أو تدخلات أو إملاءات خارجية. وإنني على قناعة تامة بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة أصلاً في نهاية سنة 2021 باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد للأزمة الليبية والضامن الوحيد كذلك لإشكالية الشرعية في ليبيا الشقيقة. وفي الختام أجدد دعم بلادي للمساعي الحثيثة لأخي الرئيس السيد ساسون جيسو وللجهود التي يبذلها مشكوراً ومقدراً السيد عبد الله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وأهيب بالجميع من أجل تضافر جهودنا حتى تكلل أشغال لجنتنا الموقرة بالتوفيق تحسباً لحشد دعم ومساندة مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي القادم في سبيل إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية وإيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الليبية. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.